عايزة قبل ما يعني وقتي يضيع مني، عايزة أشير للمقال اللي حضرتك كتبته، تيكا تيكا كله بيمسح بالأستيكة. ده كان آخر مقال كتبه الله يرحمه الرجل فرج دكتور العظيم فرجسي. الذي كان زي زرقاء اليمامة دكتور يرى ما فرجسي. سيحدث لمصر. سنة 1970 طلع كتابه الخطير، لا قبل حتى 1970، لا بعد 1970، كان حوالي أظن 73 74، اللي هو قبل السقوط. ايوه. فقبل السقوط في كتابه كأنه يقرأ الغيب وشاف بقى. فآخر مقال له كان كتبه في أكتوبر، وأنا لما قابلت حتى الأستاذ صلاح منتصر الله يرحمه هو في أهرام، اخده كان مانشيت في شكرته كتير قوي، قلت له أنت راجل شجاع جدا وأنا بشكرك كتير جدا، لأن أعدت نشر آخر مقال لفرج فوده وحطيت صورته على الغلاف مرتين، اي فيعني كان حاجة عظيمة. هو بقى الفكرة تيكا تيكا كله بيمسح بالأستيكة، ازاي ان كل انجازاتنا في النص الاولاني من القرن العشرين، النص الذهبي او الحقبة الذهبية الوحيدة في تاريخ مصر اللي هي ابتدت تنهار من 52، ازاي كله بيتمسح بقى من الاول حاجة حاجة يعني. فتيكا تيكا كله بيمسح بالاستيكة، فطبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني يؤكد الكلام بتاع دكتور فرج فوضى الله يرحمه، هذا الرجل العظيم الذي يعني هو دايما الناس التي تقرأ المستقبل تصطدم بالحاضر المتخلف بالنسبة للمستقبل. فقتلوه، واللي قتلوه بكل أسف يعني كان بياع سمك، بس بياع سمك بناء على فتوى، فتوى يعني مش عاوزين نتدخل في طيب. المسائل دي الله يسامحه يعني. طيب عايزة عنوان كده، احافظ عنوان من كلمتين كده احافظ بيه على الهوية المصرية. شوفي، في حاجات تعرف بالنفي اكتر من تعرفها بالايجاب. يعني استاذ عباس العقاد لما سالوه عن الحب قال لهم هو ليس بالصداقه، مع ان الصداقه عنصر فيه، لان الصداقه اقوى ما تكون بين اتنين من جنس واحد، والحب اقوى ما يكون بين اتنين من طيب. جنسين مختلفين. فانا لما اعرف الهويه اعرفها الهوية. برضو عن طريق النفي وليس عن طريق هي الهويه نمره واحد، هي ليست باللغه، ايوه، لان عندنا اكتر من 30 دوله فرانكفونيه بيتكلموا فرنساوي وما قالوش احنا فرنساويين، اوكي، نحن مصريون، الهويه بتاعتنا مصريون، نتحدث العربيه، انما مش معنى ان انا اتحدث العربيه يبقى انا عربي. ولو كنت عربي بدخل من باب الاجانب ليه في السعوديه؟ ولما بروح بشتغل بيبقى لي كفيل ليه في السعوديه؟ ولو سالت السعودي انا مين هيقول لي انت مصري؟ هيقول له لا انا عربي. يا اخي اختشي يعني، ده انت يعني حضارتك هي ام الحضارات كلها من الاول للاخر. فاذا الهويه ليست باللغه وليست بالدين، لان عندنا ايران مسلمه بالثقافة. وعندك تركيا اسلاميه صحيح. وعندك اندونيسيا وما قالوش احنا عرب. فليه انت بتقول لي انا عربي؟ قال لك لا ده احنا عرب عشان العرب جم. طب يا سيدي ما اليونان جم قعدوا 300 سنه والرومان قعدوا 670 سنه، بين اليونان وبين الرومان ده العرب ما قعدوش غير 180 سنه. اشمعنى بقى ال 180 سنه جاي تقولها؟ فاذا الهويه ليست باللغه ولا بالدين ولا بحقبه او فتره احتلاليه معينه. الهويه بالارض، انت ولدت في مصر يبقى انت مصري. طب انا يعني رغم الاتحاد الاوروبي الا ان الفرنساوي بيقول انا فرنساوي، ما قالش انا اوروبي. يعني احنا في النهايه نقول هويتنا المصريه، مصريين نتحدث العربية بكده يعني. طبعا انا يعني بكده وقتي انتهى. انا بس انا بشكر حضرتك جدا على أنا هذه المعلومات. كتير. شكرا شكرا جزيلا، جزيلا، شرفتني ونورتني دكتور وسيم شكرا. السيسي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. مشاهدي